بدوره أشار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى فشل المجتمع الدولي في اتخاذ قرار من شأنه وقف المجازر ووضع حد للحرب العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة، معبرا عن أمله في التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة. نتساءل إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي؟ وإلى متى سيسمح لها بضرب كافة القوانين الدولية عرض الحائط في حربها الشعواء التي لا تنتهي على سكان البلاد الأصليين؟ ما يحدث في غزة يشكل خطراً على كافة المستويات، فثمة سوابق تسجل حتى على مستوى الحروب العدوانية. كيف أصبح قصف المستشفيات أمراً عادياً؟ يتم إنكاره واتهام الضحايا بداية، ثم يبرر بوجود أنفاق تحتها، ثم يصبح أمراً لا حاجة لتبريره بعد تبلد المشاعر وتعود الأعين على مشاهدة المآسي. هذه أمور غير مسبوقة وجدنا في هذه الحرب أو قبل هذه الحرب أثناء حصار غزة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات المناعة لدى بعض الدول التي تدعي حماية القانون الدولي والنظام العالمي، حيث رأينا مناعتهم تجاه مناظر القتل العشوائي للمدنيين الفلسطينيين سواء كانوا أطفالاً أو نساء، وكذلك قصف المستشفيات والملاجئ أصبحت لا تؤثر فيهم، ووصلت معدلات المناعة لديهم إلى رؤية جثث الأبرياء وهي تنهشها الكلاب لا تحرك لتلك الدول ساكناً. سبحان الله، قوة المناعة فقط على أشقائنا الفلسطينيين.